بالنسبة للتوقيت العادي هو أنه التوقيت يبقى في مدينة الدار البيضاء صعيب شوية أنه بنادم يتعامل معاه، كون أنه لومبوتياج سيركيلاسيون كتكون شوية صعيبة ما بين 12 و 2 ما كيبقاش الوضع. أنا بالنسبة لي كنفضل التوقيت المستمر، لحقاش كتسالي خدمتك وكتخرج بكري. التوقيت العادي. علاش؟ التوقيت العادي مزيان. بالنسبة للتوقيت المستمر هو مزيان أنه تينفع أنه الشغيلة أنها ربما تتخدم واحد 8 السوايع ديالها أو النص ديالها وكتجي تتمشي الدارها. كوجهة نظر بالنسبة لي أنايا فواحد الاسباس كيكون فيه خاصك تمشي تقضي غرض ديالك، مثلا تتغدى بالنسبة للتلاميذ اللي كانوا كيقراو، أما بالنسبة للوقيتة ديال العمل بالنسبة لبنادم خدام راه كيكون داير معاه مسائل ديالو، كيكون مثلا جيب يقدر يخرج مثلا يديباسي واحد الساعة ديال المكان يهرس الوقت يتغدى ويخرج، فبالنسبة للدراري اللي كيقراو كتكون القضية شوية، إذا كان بنادم بغى يدخل في واحد التوقيت مستمر، وحنا كنعرفوا البنية الجسمانية ديال الدراري الصغار ماشي ديال بنادم كبير شوية. كنفضل التوقيت العادي، حيتاش كنكون حرة في ندخل وقت ما بغيت، نخرج وقت ما بغيت، ما كاينش شي حاجة تبعك من الله كتقول لك لا جوج ثلاثة، دونك عادي. اختي كلشي بحال بحال، كلشي ديال الله، كلشي مزيان. بصح مع الصحة والسلامة. التوقيت العادي أو موان فيه بعدا عندك واحد لو ديلي طون فاش كترتاح، فاش تو بي روبخوند، مي ملي كيكون داك التوقيت المستمر، عندك أنا واحد اللحظة ما كتبقاش أنك تقد تبقاش كونسونتخي على الخدمة ديالك. دونك يعني أنك كتخدم ولكن كتسناها فوقاش أنك تمشي بحالك، فهمتي؟ دونك فوالا التوقيت العادي سي بوكو ميور.